الموهبة التالية واثقة من نفسها وتستمد قوتها من أقرب المقربين جدها. اسمي وفاء عماد، عندي 12 سنة من مصر. أنا النهاردة جاية مرحلة الصوت وبس مع بابا وماما وجده. ماما ما جابتش إلا أنا بس، وأنا كان نفسي يبقى عندي إخوات وكده. بابا بشوفوش خالص، بيوحشني لما يكون في الإمارات، فجدي هو كل حاجة في حياتي. هو اللي اكتشف موهبتي وهو اللي نمالي الموهبة دي، هو اللي دربني وهو اللي كان بيوديني المدرسة، كنت بنرجع معاه. هو مدير مدرسة، كان بيهتم فيها قوي ويحمل لي الشنطة بتاعتي. لو تعاركنا أنا وأي حد يعني كان بيجي معلش خلاص ويصالحنا. لما كنت أعوز أشتري حاجة ومثلا فلوسي خلصت، جده أنا عايز أشتري كذا، أنا عايز أشتري كذا، هو كان بيديني بقى كل الفلوس اللي معاه. أنا وأنا صغير جدي توفى الله يرحمه، فما أعرف إحساس إنه يكون عندك جد، ممكن توصفي لي الإحساس؟ بحس بالأمان يعني، بحس لما جدي بيبقى معي بحس إن أنا مطمنة. هو معاك الحين؟ مطمنة. أيوة وفاء، هتواجهي جمهور زي أي جمهور واجهتيه قبل كده، وأنت نجمة وتستاهلي كل خير إن شاء الله. لولا جدي ودعمه ما كنتش أتوقع إن أنا هكون في ذا فويس كيدز النهاردة. أنا متعودة على المسارح، بس مسرح ذا فويس كيدز ليه رهبة خاصة، هيبقى فيه مدربين وفيه شوية توتر. أغني النهاردة بكل قوتي علشان يلفوا لي التلات كراسي. وفاء وفاء يا رب. 1 2 3 4. الله غالب، انا احبك الله غالب، لو تخاصم او تصالح او تعاتب، وانت فاكر وانت ناسي بس عمل. شوف الجمهور كيف حبها. تعالي معايا طلعت. مش محتاجين نسمع رأيها، يلا تعالي. ولا تقولي يلا. شو اسمك حبيبتي؟ وفاء عماد. وفاء أنت جنني. شكرا. شوف الجمهور كم فرحان فيكي. ربنا يخليك. وفاء. نعم. ده عمرك. صوتي كتير أكبر من عمرك وعربيك واسم الله. أنت عم تتعلم الموسيقى، بتعزف آلة، حدا عم بيعلمك غنى شرقي؟ عود؟ برافو. في حدا بالعائلة عندكم بغني؟ جدو. جدو وهو علميك؟ وجدو معاك النهاردة ولا؟ معايا. معاكي؟ وعم بيشوفك هلأ يعني؟ قديه بده يكون مبسوط جدو. أنت بتحبني؟
لها ايوه طبعا احسنت يا جد والله بحبنا انت يا عزه ما شاء الله وما العلم شويه خايفه كانت يعني خايفه كان صوتها عم يرفع بس صوتها حلو انت لو تجي معي فريقي للحلقه الثانيه حتغني بعد احلى واحلى حبيبتي ما شاء الله عليكي صوتك راكز راكب المقام متمكنه من العرب بشكل اكبر من سنك طبعا شكرا شكرا انت فوق الرائعه وانا حبيتك قوي ربنا يخليك والله اختاري يعني حيدوخوكي بال تامر حيدوخك هو و... انت عمر نانسي هو حيدوخك بس انا مش حدوخك لا هي كبيره وعارفه أنا... اذا بتروحي هيك بتدوخي اذا بتروحي هيك بتدوخي اذا بتقربي دغري ستريت ما بتدوخي لا 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 الكلام ده مش مظبوط هيك انت عارفه ان انا بحبك ولا اكتر ولا بتتفركشي حتى فيني انا اقوم جيبك وهديكي قبل الفاصل لو تفارق عمري ما بقدر غلب صوت وفاء تحدي الكراسي الثلاثة مع الفرح ليه حيدوخوكي بال إذا بتروحي هيك بتدوخي إذا بتروحي هيك بتدوخي إذا بتقربي دغري ستريت ما بتدوخي لا 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 خلوها تختار حرام عليكم طيب أوكي تامر تعبت ولقيت تامر هالمشوار وفاء عندها شخصية مستقلة وصوتها قوي مع تمكن مع إحساس واختارتني الحقيقة برافو حبيبي برافو احسنتي مبروك أنت مبروك مبروك ها مش من قلبك خالص أبدا مش من قلبي نانسي تغزت شوية كده بس يعني خلص ملحوق عايزين بقى نسخن جامد جدا عشان ورانا جيم تقيل قوي برافو مبسوطه قد ايه قوي 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 والله واحنا كمان مبسوطين ليكي ولازم طبعا اقول لجده يعني فخور بيها قد ايه الحمد لله قد الدنيا والله قد الدنيا قد اليوم المنتظر سوى العالم بيشوف وفاء فان شاء الله في المراحل اللي جايه تبقى احسن واحسن من اللي فات ان شاء الله باذن الله والف الف مبروك وزي ما بتقول لنا دايما اعز الولد ايه ولد الولد اكيد باي 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 سلام مبروك عن جد مبروك صوت كثير حلو مبروك عن جد ها مش من قلبك يا نانسي مبروك دي هلا انا ولا مبروك رح اقول لك اياها من قلبي ما تتوقع فيش مبروك كده يا كاظم مبروك وحياتك قلت مبروك كاظم انا بس يخلص فريقي ال 15 اللي بيجوا معك رح اقول لك مبروك عليهم من قلبي بس قبل رح اقول لك مبروك